أنس، مساء الخير. مساء النور، تحية لك حسين. أنس، ما هي آخر التطورات لديك في مدينة حلب؟ نعم، دعني أبدأ بالجبهة الاستراتيجية وكل الجبهات التي فتحها الجيش العربي السوري، سواء الواقعة جنوب مدينة حلب وأيضا شرق حلب، هي جبهات استراتيجية وجبهات غاية بالأهمية. لكن دعني أبدأ من أم الشقيف التي سيطر عليها الجيش، هي التلة الاستراتيجية والتي بدأ بالتوغل نحوها الجيش منذ صباح هذا اليوم، وبدأ التقدم بالتزامن مع كثافة نارية لمقاتلات الجو السورية الروسية وسلاح الصواريخ. هذه الكثافة النارية أدت بطبيعة الحال إلى تدمير عدة مقاتل للمجموعات الإرهابية المسلحة. تلا ذلك التقدم البري نحو هذه التلة الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش، وبات بعد هذه السيطرة يشرف ناريا ويسقط ناريا عدة مواقع ذات ثقل، تعتبر ذات ثقل للمجموعات الإرهابية المسلحة. أبرز هذه المواقع والنقاط هي معامل الشقيف والشقيف الصناعية، وصولا إلى دوار الجندول. هذه المناطق التي باتت بحكم الساقطة ناريا بيد الجيش العربي السوري الذي يستمر بعملية هجومه على هذا المحور، فبعد سيطرته واستعادته السيطرة على المخيم ومن ثم تأمين المخيم والتوجه نحو مشفى الكندي، وصل اليوم إلى هذه التلة التي يمكن القول بأنه عبر هذه التلة يمكن للجيش العربي السوري أن يتجه نحو مواقع أخرى للمجموعات الإرهابية المسلحة. وبكل الأحوال هذه المواقع التي سيطر عليها الجيش تؤدي إلى عمق المجموعات الإرهابية نحو الأحياء الشرقية. إذا ما نظرنا إلى الخارطة الميدانية نجد بعد دوار الجندول وأيضا بعد معامل الشقيف العواجة ومن ثم الأحياء الواقعة شرق مدينة حلب. بالتوازي مع هذه العمليات العسكرية حسين، هنالك عمليات أيضا بدأتها قوات الجيش العربي السوري منذ أكثر من 48 ساعة، سواء من ناحية سليمان الحلبي وبستان الباشا، والتي أفضت إلى التقدم والسيطرة على مرآب الكهرباء وأيضا على نادي حلب وعدة شوارع تصل إلى مشفى فرح وكتل سكنية أخرى، ضمن أيضا المعارك التي يخوضها الجيش، والجيش يخوض يعني معارك شوارع إذا صح التعبير، لا سيما بأن هذه المناطق التي شن باتجاهها الجيش العربي السوري مناطق تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة منذ بداية الحرب، أي أنها حصنت بشكل كبير وفخخت بشكل كبير. لذا هذا التقدم تقدم هام للجيش وتقدم استراتيجي نحو هذه الأحياء الواقعة شرق المدينة. الآن إذا نظرنا إلى الخارطة الجغرافية حسين والعسكرية، سواء بالتقدم نحو الشمال أي باتجاه الشقيف ومعامل الشقيف، وباتجاه شرق مدينة حلب سليمان الحلبي وبستان الباشا، يتجه بأن الجيش خلال هذا التقدم يتجه إلى عزل مواقع وتواجد المجموعات الإرهابية في المسلحة في أحياء حلب الشرقية، ما يسهل عملية القضم والسيطرة على تلك المناطق. أنس، الواقع الآخر اللي يرد فيه الإرهابيون على المدنيين في حلب باستهداف المدينة بالقذائف، هل هنالك حصيلة جديدة لعدد القذائف لعدد الضحايا أيضا؟ نعم، حصيلة منذ الصباح هذا اليوم إلى الآن وصلت إلى 3 شهداء وما يزيد عن 30 آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة تجدد استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة الأحياء الآمنة والتي نشأت كثافة سكانية بعدد من القذائف المتفجرة. هذه الأحياء منطقة الحمدانية وأيضا منطقة الميدان التي عاشت يوم أمس يوم دامي نتيجة هذه الاستهدافات المتكررة. اليوم يعني لا يمكن للمجموعات الإرهابية المسلحة إلا أن تنفذ ذات السيناريو. مع كل تقدم للجيش العربي السوري تلجأ هذه المجموعات إلى استهداف المدنيين الآمنين في تلك المناطق. وحصيلة يوم أمس، يعني إذا ما تحدثنا عن حصيلة يوم أمس، وصلت إلى أكثر من 20 شهيد وما يزيد عن أيضا 70 آخرين، والحصيلة للأسف مرجحة للارتفاع، لا سيما هنالك حالات حرجة في صفوف المدنيين الذين أسعفوا إلى المشافي الحكومية هنا في مدينة حلب. حسين، شكرا جزيلا لك أنس رمضان، مراسل إخباري السوري في مدينة حلب، على هذه الرسالة. مشكرا، مرحب بضيفي الذي ينضم.